يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نانا. النهارده هنعمل مع بعض جمبري بصوص الزبده، حاجه خطيره. وبعد كده هنعمل ميلك شيك الفراوله. عندي ايه؟ عندي هنا شويه من الجمبري للتتبيله بتاعتها، عندي ملح فلفل وبابريكا فقط. عندي بالنسبه للصوص بقى عندي زبده، شويه حلوين من الزبده، ده صوص زبده. عندي تشيلي فليكس او فلفل احمر مجفف مجروش. عندي توم، عندي توم باودر وبصل باودر وبابريكا. عندي هنا مستردة ديجون، وعندي زيت زيتون، وفي الاخر خالص عندي بقدونس وشبت. خلاص. طيب زيت زيتون ده مكانه مش في الصوص، ده هنا مع الجمبري. هنعمل بقى حاجتين، هنبني الصوص بتاعنا على نار هاديه كده مع نفسه. عايز اوريكم بس الاول تقطيعة الجمبري ومنتهى البساطة، مفيهاش اي حاجة خالص. هناخد الجمبرياية اهي، انا مخلي الديل عشان نعرف نمسكه منها اهو. هناخد من الظهر كده بالسكينة، هنقطع ونفتح كده بالشكل ده. خلاص منتهى البساطة اهي، تاني مفيش حاجة. بناخدها نقطع كده وبنمشي مع الاتجاه بتاعها اهو، نفتح كده اخر واحده وللاخر تفتح معانا بالشكل ده. حلو قوي. هنزل الاول، ننزل بالبابريكا. هنزل ملح وهنزل بفلفل اسود. حلو قوي. ارفع بقى حاجتي على النار، كاسرولة كده لذيذه نعمل فيها الصوص، طاسه حلوه للجمبري بتاعنا. هنزل بشويه من زيت الزيتون في الكاسرولة، وهنزل بشويه تانيه في الطاسه بتاعتي. وهديها فرصه بس ايه تسخن. انا عايز انزل بالثوم بتاعي كده في الزيت عشان برضو نعرف ايه سخن امتى. عايز اجهز التوابل بتاعتي. احنا هنعمل ايه؟ هنحمر الثوم بتاعنا في الزيت، هننزل بالتوابل نحمر كل ده مع بعضه، ونبتدي ننزل بالزبده بقى واحده واحده كده لحد ما تبني معانا الصوص، وفي الاخر المستردة والبقدونس اهو. الثوم بتاعنا هيبتدي يتحمر اهو. زي ما قلت لكم الصوص على نار هاديه، الجمبري على نار متوسط لعالي، ميديوم هاي. هاخد الجمبري هننزل بيه بالشكل ده كده. ننزل بقى ايه دقيقة مثلا ونديله قلبة وثواني ويتشال على طول. وتتبيلة بيزك خالص، فيش أي حاجة، بابريكا وملح وفلفل، فيش أي حاجة تانية. طيب على طول على التوم هننزل بالتوابل، بابريكا، توم الباودر، بصل الباودر، والتشيلي فليكس. حمر كده الكلام ده مع بعض، نزود سنه الزيت، نقلب التوابل بتاعتنا بس كده. بصوا ننزل الاول مستردة اهي،
هبتدي بقى انزل بالزبده. ندي تقليبه للجمبري اخد وش اهو. نقلب الزبده بتاعتنا. اخدت بقى اللون، هنقلب كده مع بعض تقليبه. اه بص بقى واخده لون خطير مقرمش كده، وبقعدها على الناحيه الثانيه وقت اقل بكتير لانها ايه اخدت اللون بتاعها واخدت السوا بتاعها، بس عشان ايه نظبط ايه القوام بتاعها اهو. الله، الصوص بتاعنا بيخلص، احنا كده فاضل لنا خلاص هنقفل بس الصوص، هننزل الخضره فيه البقدونس والشبت وننزل باخر دفعه من الجمبري. اخر شويه من الزيت واخر كام واحده معايا. ملاحظين بنزله ما بحركوش خالص غير لما اقلبه عشان ياخد الايه القشره الظريفه دي. حلو قوي. الصوص بتاعنا بقى عايز ارفعه تاني على النار، هنزل بشويه من الشبت وهنزل بشويه من البقدونس بالمضرب كده. الله، الصوص بتاعنا عامل ازاي؟ بصوا كده الصوص بتاعي خلص، هرفعه من على النار. طبق التقديم ننزل بميكس كده بقدونس وشوية من الشبت. الله، هاخد الصوص بتاعي ده هنزل منه شويه كده على الجمبري. اديله تقليبه كده اهو. ارفع باقي الجمبري. ادي اهو باقي الصوص على الجمبري بتاعنا وندي تقليبه بقى حلوه كده يشرب الصوص كله. حلو قوي. ومن هنا
نوزع الجمبري بتاعنا. متخافوش احنا في الاخر هننزل بكل الصوص اللي في البولة ده عليه بقى تاني من فوق. نديله التطعيمة الأخيرة كده. احنا بدأنا الدنيا هنا. في الاخر ناخد بقى شوية الصوص اللي فاضل ده ننزل كده على الجمبري كله. نبقى كده عملنا مع بعض جمبري بصوص الزبدة. جربوه مختلف جدا، خطير طعم الصوص اللي احنا عملناه بتاع التوم والتوابل مع الزبدة. خلونا نطلع اخطف فاصل في السريع، روق الدنيا حواليا ونرجع نعمل مع بعض المشروب. متروحوش في حتة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل عملنا مع بعض الجمبري بصوص الزبدة. هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمل ميلك شيك الفراولة، ثلاث مكونات، اسهل حاجة في الدنيا، ايس كريم فانيليا، فراولة فريش، وشوية من اللبن، وده كل عندنا. وطبعا ولا سكر ولا عسل لان الايس كريم بيبقى مسكر. الاول عايز اعمل ايه بقى؟ عايز انزل الفراولة كده. عايز انزل بالايس كريم. على الكلام ده عايز انزل بشويه من اللبن. نبتدي نضرب. عظيم جدا. على طول ست التقديم شريموهاتنا ونبقى عملنا ميلك شيك الفراولة وعملناه مع الجمبري بصوص الزبدة. ونبقى كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.